that this message could reach out to millions across the globe who probably are sitting in a lounge or sitting in some comfort place with your iPad or you're having your phone or you're having your Quran app. This is kids in Africa, in the deserts of Kenya, deep down from Mombasa, sitting and writing Quran. You know, so, ماذا يكتبون كل يوم؟ يكتبون القرآن الكريم. طيب. يتعلمون بهذه اللوحة. فمن يملي عليهم حتى يكتبوا؟ المعلم. المعلم. نعم. فالآن هم في انتظار المعلم؟ نعم. ولكن هنا لما يخرجون ينتهون من الدراسة في اللوح الأول. نعم. يغسلون اللوح هنا. الله أكبر. لما يغسل اللوح يأخذ. هل من الممكن أن نطلب من أحد الطلاب أن يكتب لنا شيئا من القرآن؟ نعم. ولكن الحبرة تكون هناك. الحبرة. طيب. نعم. نحن خلفكم. نذهب إن شاء الله. نحبكم في الله. نحبكم في الله. شكرا لها. شكرا لها. جزاك الله.